ورجعنا لكم والاهلي خط احمر وليله المباراه. اعتقد يعني التحليل بيكون فيها مختلف، انت عامل كده يعني زي دايما في الاحداث اللي هي مرتبطه بكره القدم، دايما ليله المباراه في التحليل بيكون مختلفه لان الناس بتكون منتظره تعرف التشكيل، منتظره تعرف الاحداث، ومعانا ضيفين هما دايما يعني بنستمتع بيهم واكيد انتوا كمان بتستمتعوا معانا بيهم، دكتور احمد ثابت، كابتن صبري سراج، منورين في الاهلي خط احمر. حبيبي فارس انتوا منورين وان شاء الله تبقى حلقه كويسه ويبقى وشنا حلو على ان شاء الله باذن الله. منور يا دكتور احمد. منورين ومتالقين. مش عايز تقول حاجه يا دكتور احمد؟ لا لا انا عايز اقول يا دكتور احمد ما تتكاش عليه، هو موصينا انا قلت لك ايه؟ مش هيسيبك. عندنا صن داونز، نركز في صن داونز. نركز بالنسبه لحسين هتعشيني طيب على حسين الشحات وان شاء الله رضا سليم يسجل في صن داونز بقى. هيبدا كده مش هيخليه يبدا خليه لا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله معانا اكيد حاجات كتير. شايفين ماتش بكره ازاي؟ بالتاكيد مباراه صعبه بس ان شاء الله النادي الاهلي يقدر باذن الله ان هو يطلع بنتيجه ايجابيه في المباراه دي. مباراه السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت لما رحنا جنوب افريقيا، يعني بصعوبه اللقاء مع صن داونز في نقص الاكسجين. هتقول لي نقص الاكسجين. اغلب اللعيبه اللي اتكلمت معاها عن الخساره بعد الاحداث اللي هي بعد النتيجه 5-0 اللي هي 5-2 السنه اللي فاتت كانوا بيقولوا لي فعلا نقص الاكسجين كان صعب، يعني فعلا احنا بنحب ان احنا نسافر بدري عشان خاطر نقص الاكسجين ده بيفرق كتير، ممكن الناس ما تحسش بيه بس اللعيبه اللي في الملعب بتحس بيه جدا، بيبقى يعني صعوبه الماتش بيبقى اكتر في نقص الاكسجين ده. حاجه ثانيه اعتقد ان المباراه مختلفه بشكل كبير قوي عن السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان دور مجموعات فانت بتحصل نقط عندك لسه فرصه ثانيه للتعويض، لكن المباراه بتاعه بكره دي نوك اوت يعني ذهاب واياب، يعني بتحاول ان انت تعمل نتيجه ايجابيه لو ممكن لو ما يعني تحاول ان انت تجيب جون عشان تامن صعودك. دايما ان انت تلعب قدام زفاري زي صن داونز بشوف كده كلمه السر بكره ان انت تحاول تسجل جول مهم قوي. ليه؟ حتى لو 2-1 لصن داونز النتيجه مش وحشه. ليه؟ لان انت تجيب جون سهل ان انت 1-0 في النادي الاهلي هنا في استاد القاهره تعوض 1-1 النادي الاهلي يكسب 1-0، يعني تحاول ان انت تلعب بس بذكاء مش ان انت تفتح الجيم. لا المباراه طبعا مختلفه، اكيد احنا اتعلمنا من الدروس في السنه اللي فاتت ودي كانت تصريحات مارسيل كولر النهارده ان هو استفاد من يعني الماتش السنه اللي فاتت. طيب خليني بقى اخد من الكلام اللي قاله ثابت ومن الكلام اللي قاله مارسيل كولر واسالك كده، ايه اللي حصل السنه اللي فاتت تتمنى او تعتقد ان بعيدا عن الامنيات ان مفترض حصل 1-2-3 السنه اللي فاتت على مستوى طريقه الضغط، على مستوى التشكيل، على مستوى طريقه اللعب داخل الملعب، على مستوى توظيف اللاعبين، ايه اللي حصل السنه اللي فاتت وايه اللي مفترض يتعمل عكسه السنه دي؟ هو كل حاجه حصلت السنه اللي فاتت طيب ما ينفعش تحصل السنة. كل حاجه بقى اللي هي ايه؟ كل حاجه ان هو من بدايه من طريقه اللعب وان انت بتحاول ان انت خارج ارضك تفرض اسلوبك على منافس هو ربما يكون عنده بعض اللاعبين اللي هم الكواليتي بتاعهم افضل من اللي عندك او عندهم تناغم اكتر، بقى لهم سنين ماشيين على سيستم لعب حفظوه تماما، احنا لسه يعني كل فتره بيبقى فيه سيستم لعب غير التاني او وصلنا لمرحله كويسه، لكن في الفتره المباراه اللي فاتت اللي هي الذكرى السيئه اللي فاتت انت كنت فاتح الجيم جدا قدام فريق بيعرف يستغل المساحات في حين ان انت بتحقق نتائج مقبوله جدا قدامه وكويسه جدا وبتتفوق عليه وانت مضيق عليه المساحات، فانا بشوف ان احنا لازم بكره نكون مضيقين المساحات ما نديهمش رقعه كبيره من الملعب يقدروا ان هم يلعبوا فيها ويلعبوا الكره بتاعتهم، نفوز دايما نكون قادرين ان احنا في اي التحام احنا اللي نكسبه ما نلعبش بهدوء او بتراخي، بالعكس انت محتاج بكره تكون قوي جدا مش عنيف لكن قوي، التحاماتك تفوز بيها، الملعب تضيقه على قد ما تقدر وتلعب على التحولات وتستغل بقى نقاط الضعف اللي هنتكلم عليها بعد كده عن في خط الدفاع بتاع صن داونز، انما فكره ان انت تنزل وعايز تلعب الكوره اللي انت بتلعبها قدام اي فريق تاني في افريقيا مش هتبقى في صالحك خالص يعني. طب صبري يعني شايف مباراه سيمبا واكيد يعني كان الاداء حتى مش عاجب مارسيل كولر نفسه لكن انت قدرت خلاص تحسم بطاقه التاهل وده كان المهم، هل ممكن يكون له تأثير بشكل أو بآخر سواء إيجابي أو سلبي؟ يعني هل ممكن يكون ده دافع للعيبة إنها تنتفض وتقدم أداء أعلى تصالح بيه جماهيرها وتثبت إنها داخلة البطولة من أجل حسمها، أو يكون لا قدر له تأثير سلبي؟ شايف القصة دي إزاي؟ خاصة إن الفاصل بين مباراة العودة اللي تمت أمام سيمبا ومباراة الذهاب صن داونز كان فاصل قليل جدا، يمكن حتى مارسيل كولر قال ما عنديش حتى وقت لتصحيح الأخطاء. يمكن احنا بعد المباراه كنا بنقول كده يا رب تكون اللي حصل ده خطه الخداع الاستراتيجي قبل ماتش صن داونز، يعني انما لعيبه الاهلي
عندها من الخبرات اللي يخليها ما تفكرش في المباراة اللي خلصت دي. اولا انا متضايق من حاجة ان فكرة ان انت تبقى بتلعب مباراة وانت بتفكر في المباراة اللي بعديها، ودي من الاعذار اللي اتقالت بعد المباراة وما كانتش مقبولة خالص، مش شخصية النادي، وبالتالي مش شخصية كولر نفسه حتى في تصريحاته. صحيح، وبالتالي انت محتاج ان انت تنسى المباراة دي تماما. كده كده عندك دوافع للمباراة اللي جاية، انت بتلاعب فريق يوازيك في القوة تقريبا في القارة، حتى لو انت متفوق عليه بالبطولات، انما خلينا نقول ان مباراة الاهلي قدام صن داونز هي قمة كرة القدم في القارة، فانت بتدافع عن شخصيتك وعن اسمك، حصل هزة السنة اللي فاتت في النتيجة واستقبلنا نتيجة كبيرة، فانت مطالب ان انت تظهر وجه قوي، المفروض ان الدوافع اصلا موجودة عند اللعيبة ولا تمثل عليهم عبء. يعني في ناس فكرت او بتتكلم الشغل النفسي مع اللعيبه هيبقى ازاي، انا مش شايف ان اللعيبه اصلا محتاجه ان انت تشتغل معاها نفسيا، دي تبقى كارثه في وضع زي ده. لعيبه عندها كم من الخبرات كبير جدا وعندها شخصيه قويه في افريقيا وهي متسيده القاره وهي البطل، فطبيعي ان انت لو قابلت فريق كنت خسرت منه باي شكل من الاشكال ان انت تبقى عايز تعوض، وان انت تبقى واقف على رجلك كويس وعارف انت موجود فين وحاسس بالاختلاف اللي حصل ما قبل مباراه في مستوى الفريق ما قبل مباراة صن داونز اللي فاتت اللي احنا بنتكلم عنها وما بعدها، لان دي كانت نقطة تحول كبيرة جدا في الموسم بتاعنا السنة اللي فاتت وفي طريقة اللعب وفي كل حاجة، حتى افكار كولر اتغيرت، كل شيء اتغير بعد مباراة صن داونز، فانت حصل تحول وظهر وجه قوي جدا للنادي الاهلي من بعد المباراة دي، فانت داخل المباراة وانت تمتلك شخصية قوية وتمتلك اسلوب لعب اصبح معروف للقارة كلها، ودي ميزة مش عيب، فانت مش محتاج ان انت تدخل المباراة تدافع عن اسمك انت او بمعنى اصح تثبت ان انت كويس، لا انت كويس بس هتدخل المباراة دي وانت في اعتبارك ان انت تفوز، لان انت لازم تفوز او تحقق نتيجة ايجابية، عشان انت لازم تحقق نتيجة ايجابية لان ده وضعك وهي دي قيمتك وهو ده اللي انت تستحقه واللي المفروض تعمله بس. تمام. طيب ثابت، خليني بقى اروح معاك لحاجة. رولاني مكوينة من المدربين اللي كان كده يعني كابتن ميه الشربيني ليه مصطلح من اصحاب الكرافتات الشيك، انا بشوف ان مكوينة مدرب من اصحاب طريقه اللعب الشيك، ويمكن هي حتى لو فلسفه موجوده في صن داونز، هو راجل اضاف واضاف كمان سرعه في ايقاع اللعب، ومدرب بيحب يلعب كره جيده، مدرب عنده افكاره الخاصه، مدرب لديه تصريحاته المختلفه، والنادي الاهلي فيه كولر، هذا المدرب اللي عنده سي في قوي، عنده تجارب مع منتخبات وانديه، هذا المدرب اللي السنه اللي فاتت هو بطل كل شيء. لو هنحط هذا المدرب الحالم رولاني مكوينة بأفكاره بحلم ان صن داونز يبدأ يهز لقب دوري ابطال افريقيا معاه في مواجهة كولر اللي فعلا حقق اللقب، والمدرب اللي عنده ربما مش قصة خبرات في الكرة الافريقية اكتر ولكن خبرات بشكل عام كمدرب اكبر، بتشوف المقارنة ازاي وايه اوجه التشابه وايه اوجه الاختلاف؟ خلينا نقول الاول ان هم احسن اثنين مدربين في القارة الافريقية على مدار السنة الاخيرة، رقم واحد مارسيل كولر في النادي الاهلي، رقم اثنين مكوينة في صن داونز. ده حتى التشابه ان كمان غير النتائج والارقام والاداء يعني بقى لهم فترة، الاستقرار الفني ده مهم جدا، ان صن داونز يعني لو جبنا حتى الاحصائية هنلاقي ان مكوينة تولاهم في اكتوبر 24 اكتوبر 2022، مسك صن داونز، مارسيل كولر مسك النادي الاهلي 9 سبتمبر 2022، يعني الاثنين ماسكين في نفس تقريبا فرق شهر، نفس الوقت. نلاحظ عدد الماتشات اللي لعبها مكوينة وعدد الماتشات اللي لعبها مارسيل كولر، مارسيل كولر لعب 8 ودرب النادي الاهلي في 68 مباراه مقابل مكوينة 50 مباراه، ده طبعا عشان النادي الاهلي عدد ماتشاته اكتر وكاس عالم للانديه وبطولات اكتر، الناس دايما اللي بتتكلم بقى شوف عدد الماتشات اللي بيلعبها النادي الاهلي عدد كبير جدا. خد بالك النقطه دي مهمه جدا، وتحديدا لان بعض المنتمين لانديه اخرى بيبداوا يعملوا مقارنات ما بين الاهلي والانديه اللي بتصل للمربع الذهبي تحديدا في افريقيا، فاللي انت بتقوله ده مهم جدا عشان الناس تبقى عارفه الفوارق والضغوط اللي بتبقى على لعيب النادي الاهلي. انكسارات البدنيه هي معنى المقارنه ما بين كولر ومكوينة، هنلاقي ان كولر كسب 48 مباراه من 68. يا ريت لو نقدر نستعرض الارقام برده على الشاشه عشان المشاهد يكون معانا اكتر في الارقام. كولر اتعادل 14 مباراه، خسر 6 مباريات، قدامنا الارقام اهي. مكوينة بقى الرقم المميز عنده ان هو ما خسرش غير مباراه واحده بس، هو خسر ماتشين بركلات الترجيح فبتتحسب تعادل، وحتى خروجه امام دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات كله هو ما خسرش، بس ده رقم كبير. ان هو الخساره دي اللي هي الاخيره اللي هي كانت في كاس الرابطه ولا مباراه غيرها؟ لا مباراه قبل كده في بدايته كانت في النص نهائي الكاس برضه، خسرها برضه 2-1
لكن المباراه الاخيره اللي كانت في الكاس دي كانت ركلات ترجيح، الماتشين الاخرى اللي خسرهم، فيعتبر خسر ماتش واحد من 50 مباراه، ده رقم برضو يقول لك ان المدرب ده مدرب محترم، ان انت قدام فريق محترم. على فكره صن داونز عندهم 7 لعيبه في منتخب جنوب افريقيا اللي تعادل، خدها شبه الاهلي جدا، اللي تعادل مع كوت ديفوار في كوت ديفوار اللي هو هينظم كاس الامم في اخر ماتش من اسبوعين. فطبعا فرقه كويسه جدا. نسبه الفوز لكولر 70.5، لمكوينا 70%، يعتبر معدل الهدف في المباراه الواحده 1.9، يعني هدفين في الماتش، هنا برضو 1.9، يعني هدفين في الماتش. استقبال الاهداف 40 هدف في 68 ماتش ب 42 شباك نظيفه للنادي الاهلي، مقابل مكوينا 26 شباك نظيفه في 50 مباراه، يعني نص المباريات استقبل 31 هدف. طبعا البطولات هنا بقى ده الفرق اللي نقدر نتكلم فيه، ان مارسيل كولر في اول سنه مع النادي الاهلي جاب 5 بطولات، مكوينا جاب بطوله واحده. هنا الفرق في ايه؟ فرق في الشخصيه بتاعت النادي الاهلي، هي اللي دايما بتديك البطولات الكتير، الجماهيريه والشعبيه طبعا، والاداره الشاطره ومجلس الاداره، الحاجات دي كلها دي بتفرق المدرب هنا، فريق مدرب في النادي الاهلي عن صن داونز. بس في كمان نقطه مهمه، صن داونز فريق بيلعب كره حلو بس عنده حاجه ناقصاه، وهي فكره ان انا اقدر اخد بطوله. التمرس في الحصول على البطولة الأفريقية، الخبرة الأفريقية في أن أنا أخد بطولة. يعني السنة اللي فاتت قدام الوداد كله كان قال خلاص صن داونز في النهائي، خسروا بغلطة من مدافع مافالا، الكرة جاب كرة في نفسه دي للأسف مش هيلعب بكرة مافالا، بس هم إن شاء الله إن شاء الله إحنا قادرين برضو هنتكلم في التشكيل، بس إن شاء الله قادرين إن إحنا بس دي نقطة تخليني أخدك لسؤال مهم جدا، خاصة وأنت بتتكلم عن مدير فني قادر بفرقته إن هو يطلع بالتارجت اللي عايزه من المباراة. يعني هو عنده مشكلة في إنه يحقق بطولة او عنده مشكله ان هو يحقق لقب، لكن في 50 مباراه بيتعرض لهزيمه واحده فقط لغير، وانت في النوك اوت، بالتاكيد ده امر مقلق. لاعب قادر او مدير فني قادر يقود فريقه ان هو يطلع بالهدف من مباراته، شايف ده ازاي برضه بكره؟ ما خسرش ولا مباراه، هو يعتبر حتى لما خرج من الدوري الافريقي في دوري ابطال افريقيا هو تعادل، اتعادل مع الوداد رايح جاي، خسر بفرق اللي هو التعادل كان اللي في جنوب افريقيا، كان اللي هو التعادل خارج الارض وكده، فرق الاهداف يعني. لكن هو طبعا لا مدرب محترم، بس احنا ان شاء الله قادرين، انا بقول لحضرتك ان شاء الله ان النادي الاهلي قادر ان هو ان شاء الله يعدي صن داونز باذن الله، انا متاكد ان شاء الله وعندي يقين يعني ان شاء الله ان رب يعني النادي الاهلي يقدر يعدي ان شاء الله. صبري خليني بقى اكلمك عن بعض الامور اللي تخص النادي الاهلي. يمكن طبعا شفنا ميعاد المباراه، وبغض النظر لو لدينا تحفظ هيكون تحفظ يخص الامور التنظيميه في البطوله كقاعده، ما يخصش ان صن داونز لو متاح ليه احقيته يلعب في وقت مناسب ليه يناسبه. فكره الوقت اللي بتقام فيه المباريات مع فكره دخول الجمهور بالشكل ده بالتذاكر المجانيه، وكان بتحس صن داونز كل سنه احنا عندنا الماتش ده اللي بيحضر فيه الجمهور ببلاش اللي بنلعب فيه. انا شفت الفيلم ده قبل كده يعني. هي دي الفكره، يعني تحس ان دي الشغلانه اللي احنا جينا عشانها السنه دي. تعامل لعيبه الاهلي مع الوضع ده مفترض يكون ايه؟ على مستوى الامور التجربه اللي مرت بيهم، وانت مريت بتجربه ثم جيت تجربه تانية تتكرر، وده نادرا ما يحدث في الاهلي. طب مفيش بقى مجال للرفاهيه ان تحصل تالت، ايه اللي ممكن اللعيبه تعمله بكره على المستوى النفسي وتحضيرات كولر ليهم؟ هم المفروض ياخدوا الموضوع زي ما انا قلت كده، انا شفت الفيلم ده قبل كده. يعني خلاص انا اتعودت، قدري ان انا بطل، فاي مكان هروحه هواجه صعوبات، هيتحط لي عراقيل، لان كل فرقه بتقابلك بتتمنى ان هي تفوز عليك او تحقق نتيجه ايجابيه معاك او بطولة، تاخد شو على حسابك، حتى لو كسبك ماتش جوه البطوله مش هياخد بيه بطوله، وانت اللي في الاخر اللي هتفوز، بس هيتقال ان الفرقه دي كسبت النادي الاهلي. فطبيعي جدا ان هم يلجأوا لاي حاجه تخليهم ايه يعطلوا شويه الفريق. قرروا ان هم يلعبوا الساعه 3 زي ما كل مره بيحصل، احنا هنلاعب الاهلي الظهر، رغم ان عادي جدا كل الماتشات بتاعتهم بيلعبوها بالليل واخرها المباراه اللي فاتت، ويتقال بقى كلام مثل النور بيقطع هناك كتير واحنا مش حابين النور يقطع وقت الماتش، وكلام اشياء كلها يعني عبثيه الحقيقه. لكن احنا في الاخر هنلعب الساعه 3، تمام هنلعب الساعه 3، الحمد لله بكره هيبقى الجو ما فيهوش نسبه رطوبه كبيره، ده من فضل الله يعني علينا. فانت خلاص مفروض ان انت مرست في افريقيا ولعبت كتير الظهر ولعبت كتير بالليل ولعبت في كل الاوقات ولعبت على النجيل الصناعي ولعبت على الملاعب اللي نجيل طبيعي والملاعب وحشه، يعني انت كلاعيبه عندها كم من الخبرات يسمح لها ان هي تلعب مباراه بكره. القصه بكره كلها قصه تركيز، انا هبقى مركز قد ايه وهقدر احافظ على تركيزي ده قد ايه. حتى قصه الاكسجين انت واجهتها كتير، ودي فيها مدرستين، اما انك تروح بدري جدا او تروح متاخر جدا. فاحنا رايحين في وقت يعتبر نسبيا متاخر، فعندك مخزون الاكسجين، ما اعتقدش ان هو بكره هيبقى عائق
كبير قوي يعني، بس طبعا احنا معانا دكتور فهو يعني يقدر يفيدنا في الحته دي اكتر يعني. بس بكره كل الموضوع ان اللعيبه تكون مركزه وهدفها كلها ان هي تطلع بنتيجه كويسه وتنفذ تعليمات اللي هتقلها من المدرب، انما فكره ان انا اقلق ان انا بلعب الظهر الاهلي خلاص يعني ما نديش العامل النفسي اكبر من قدره. بالظبط بالظبط، لعبت نادي الاهلي لعيبه كبيره والنادي الاهلي نادي كبير، فمش مش من المفترض ان هو يشغل باله قوي ندخل في الجد بقى، ندخل في الجد على طول وندخل في واتمنى بقى يكون توقعك لتشكيل صن داونز المره دي يكون حقيقي، بس ما تحطلناش بقى الناس الثقيله في القصه دي يعني، خليهم مصابين. سيبك اللي قاله فاروق واللي اكد عليه فاروق واللي انا اكدت عليه مع فارس، ولينا بقى تشكيل فريق صن داونز. بس اللي مش عايز يلعب كله قول انه هيلعب. احنا جايبين تشكيلين معانا، لو نبدا نستعرض التشكيل عشان بس تمرس خدنا خبره بقى. تعالى ممكن نستعرض الكلام ده على الشاشه احسن، بحس تاخد بحس تبقى بعيد عني ويبقى مفيش رهانات تانية تدخلها معايا. طبعا الصن داونز السنه دي مختلف شويه عن السنه اللي فاتت. ايه اللي اختلف فيه عن السنه اللي فاتت؟ بعض الحاجات الطفيفه. بيلعبوا السنه دي بالثلاثة أربعة ثلاثة، يمكن في حراسه المرمى واحد من نجوم الفرقه وهو اللي شالهم في مباراه البترو اتليكو روني ويليامز حارس منتخب جنوب افريقيا. لا ده مش هننساه اكيد يعني، راجل يعني تصدى ركله جزاء كانت حاسمه في البطوله الماضيه. الثلاثة أربعة ثلاثة، الثلاثة اللي ورا اللي في النص اللي ما بين الاثنين المساكين مكوينة، ومكوينة ده هنبدأ كده نحط عليه دايرة ونركز مع بعض بقى، لأن ده مصدر، هم عندهم محطات في بناء الهجمة. أول واحد وأخطر وأهم واحد ويليامز يليه مكوينة. إذا بناء الهجمة عندهم بيبقى منين؟ من العمق، الاثنين اللي قدام بعض مكوينة وويليامز. الاثنين المساكين طبعا مافالا مش موجود، هيخش ريفالدو جوتزا اللي هو المساك ده اكتر لعيب في صن داونز عامل تمريرات في دوري جنوب افريقيا، لعيب كورته على الارض حلوه بس مش زي طبعا مكوينا ولا زي ويليامز. ممكن يخش، متوقعين ان يخش موسى ليوسا. مع ويليامز يا دكتور احمد احنا مش هنحتاج اننا نضغط عالي قوي كده اننا نضغط على حارس المرمى، لكن كان في مباراه الهلال كان بيغلط يعني، هدف الهلال السوداني الموسم الماضي كان عنده مشكله، السنه دي عنده مشكله يعني. ممكن بناء الهجمه يعني من عند حارس المرمى يكون في بعض عليك، ده اللي احنا هنقوله في نقاط الضعف. هو هي نقطه قوه في نفس الوقت، بس انت لو ضغطت عليه وغلطته ممكن تخليها نقاط ضعف. تمام. موسى ليبوسا ده المساكش اللي ناحيه الشمال اللي ممكن يخش بكره ناحيه الشمال، ولو يعني لو فضل كده بنفس طريقه لعبه، وعبد المنعم بوطويل المغربي اصلا مساك موظفه السنه دي باك ليفت يعني كمساك جناح ناحيه الشمال، عبد المنعم بوطويل رقم 13، ممكن يفكر برضو في التشكيل الثاني اللي هيبقى معانا يدخل عبد المنعم بوطويل زي ما نهى الشوط الثاني في بترو اتليكو، حط عبد المنعم بوطويل كمساك ورجع مديبة اللي هو اصلا باك ليفت يرجعه باك ليفت. هو في السنه دي عامل تغييرات، ده التشكيل اللي بيلعب بيه يعتبر السنه دي. موداو طبعا باك رايت ممتاز، عنده سرعات ممتازه ناحيه اليمين، وعبد المنعم بوطويل هو اللي ناحيه الشمال، الاثنين اللي في النص مارسيلو ليندي، وده لازم نعمل عليه ثلاث دواير كده لان طبعا ده اهم لعيب في الجزء الامامي في التصويبه، وفي اكتر لعيب صانع فرص في صن داونز في دوري جنوب افريقيا 13 فرصه، اكتر لعيب صانع فرص في الماتشين اللي فاتوا اللي هو مارسيلو ليندي، ده دايما مميز بالاختراق من العمق. ومديبه اللي هو اصلا باك ليفت السنه اللي فاتت، ده الاختلاف اللي حصل السنه دي ان مديبه دخل لجوه بقى لعيب في وسط الملعب. الثلاثه اللي قدام مخليسي ده لعيب اصلا كان وسط ملعب وظفه كجناح، ليه؟ لان هو مهامه الدفاعيه كويسه، ففي بعض الماتشات الكبيره بيحطه كجناح يمين. جونيور مندييتا اللي هو الارجنتيني رقم 15، وده لعيب برده جايبينه من دوري جنوب افريقيا وبيلعب في راس حرب، ولعيب مهاري عنده برده اللي هو وسرينو نفس النوعيه يعني. وقدام سيمبا زواني اللي هو لعيب طبعا دولي وواحد من احسن اللعيبه في جنوب افريقيا، على فكره ممكن يفكر برده، هو دايما ماتشات مكوينه قدام النادي الاهلي بيحط اثنين مساكين يمسكوا، وبيعمل ضغط عالي في ماتشات جنوب افريقيا، يحط الاثنين دول لقدام وزواني يسقط لتحت، وطريقه اللعب تتحول لايه؟ لاربعه اربعه اثنين او اربعه ثلاثه واحد اثنين، اللي هي اربعه اربعه اثنين دايموند، الاثنين دول يضغطوا على المساكين وزواني هو اللي ياخد كوكا او مروان عطيه. ده دايما هات التشكيل الثاني هتبص برده نفس الفكر، بس احنا قلنا ايه؟ نجرب برده نحط احتمال ثاني ان عبد المنعم بوطويل يخش كمساك ثالث سنتر باك سنتر باك ويحط مديبة باك ليفت، ويدخل واحد زي زونوجو اللي هو رقم 8 في وسط الملعب جنب مارسيلو ليندي، ورقم 33 اللي هو اصغر لعيب في الفرقه مواليد 2001، ده برده ممكن يكون مفاجاه بكره لان هو لعيب مهم وعنده سرعات، رقم 33 بيعتبروه موهبه صاعده في جنوب افريقيا، اللي هو ماسيكو اللي هو جاب الجون الثاني في بترو اتليكو لما نزل الشوط الثاني، وسرينو برده احد الحلول اللي ممكن نشوفها بكره مع سيمبا زوانيه. هل لوكاس روبيرو وبيتر شيلويل جاهزين؟ طبعا دول
ومورينا، التلاتة دول يفرقوا معاهم قدام جدا. التلاتة دول خليني اقول لك ان اللي جاء من فاروق صلاح ان اللعيبه دي بتتمرن اخر ثلاث ايام مع فريق صن داونز. لو تم الدفع بيهم، هل هيتم الدفع بيهم من بدايه المباراه وهيكون على حساب مين، ولا ممكن ان هو يخليهم معاه احتياط يقدر يدفع بيهم في اي وقت من اوقات المباراه؟ هو ممكن يحطهم على الدكه ويديهم الشوط الثاني بعض الوقت عشان برضو لانه لسه عنده مباراه اياب. وممكن واحد بس، يعني ممكن مثلا هات التشكيله اللي قبلها بعد اذنك اللي هي الايوه، ممكن مثلا يستغنى عن مخليسي ويحط مثلا واحد زي لوكاس روبيرو، لان لوكاس روبيرو مهم جدا عنده، هو هداف الفرقه في دوري في دوري جنوب افريقيا يعني. لو نستعرض حتى نقاط القوه بس قبل ما نروح لنقاط القوه صبري، هنا في التشكيله الثانيه اللي فيها سيرينو وزويني الاثنين سنهم عالي جدا، هل بتشوف ان ممكن الاثنين يبداوا مع بعض، ولا تعتقد ان ممكن لاعب زي مندتا اللاعب الارجنتيني اللي في السن اصغر مع لاعب زي زويني ولاعب زي مسوكو هما اللي ممكن يشاركوا، لان الراجل ده دايما بيحاول الشق البدني يكون فيه سرعه. بتشوف سان داونز ممكن في نقطه التشكيل دي يعتمد على مين لو بيتر شالولي ولوكاس روبرتو هيكونوا خارج التشكيل؟ بص، فكره عامل السن طبعا مهمه، لكن هو الراجل لحد دلوقتي مندتا بالنسبه له ما بيشاركش بالشكل الكبير، ما بيلعبش 90 دقيقة، يعني يمكن معدل مشاركاته في الفترة اللي فاتت ما بتعديش أكتر من 43 دقيقة، المعدل بتاعه 43 دقيقة في المباراة، فهو لسه تقريبا ما دخلش السيستم، مش مديله اللي هو عايزه. في نفس الوقت سيرينو مستواه كويس لكن سنه كبير، فبرضه ما بياخدش عدد دقائق كبير، لكن سيرينو مؤثر جدا، أرقامه عظيمة، في 6 ماتشات سجل هدفين وصنع 4، يعني ليه مساهمة تهديفية في كل مباراة. كل مباراة معدل المراوغات طبعا عنده عالي، ومحاولاته كمان على المرمى كبيرة، حاول 16 مرة في 7 ماتشات على المرمى، منهم 5 محاولات صحيحة، فدي نسبة برضو كويسة، يعني تلت محاولاته على المرمى بتبقى بين القائمين والعرضة. وفي وجود إيلاندي كمان الاتنين مع بعض، قصة التوب لينكت في التمريرات وبناء الهجمة بيبقى الوضع صعب. صحيح، فهو ربما يدفع بواحد فيهم لبعض الوقت ثم يستبدله بالاخر، ما اعتقدش ان اللي هيلعب فيهم هياخد 90 دقيقه ايا كان مين اللي هيبدا، لكن على مستوى التاثير فطبعا سيرينو تاثيره اكبر بكتير جدا جدا. في نقاط قوه الحقيقه احنا حابين نتكلم عليها، دي ارقام سيرينو وارقام سيرينو بقى نستعرض اهم لاعبي صن داونز وارقام اهم لاعبي صن داونز على الفتره الاخيره تخص دوري الابطال والافرو ليج عشان تبقى الامور واضحه. هو لعب 6 مباريات طبعا مش كلهم بشكل اساسي، وما لعبش 90 دقيقه كامله في الماتشات دي، لكن سجل مرتين، صنع 4، صنع 8 فرص تهديفيه في الوقت القليل اللي هو بيشارك فيه، مراوغاته 7 من 11 مراوغه، نسبه طبعا مرتفعه، محاولاته على المرمى زي ما قلت 16 محاوله منهم 5 اون تارجت، سجل منهم هدفين، فاحنا بنتكلم عن لعيب تاثيره كبير جدا وفعال جدا. خبرته ده سيرينو واحد من اهم مصادر القوه. كمان ممكن نتكلم على ويليامز حارس المرمى اللي احنا اتكلم وقلنا ان هو راجل من اصحاب الفضل الحقيقه في البطوله اللي فاتت، وهنتكلم عن تصديه كمان لركلات الترجيح. لعب 11 مباراه في دوري الابطال وفي الدوري الافريقي، استقبل 9 اهداف، رقم كبير، رقم كبير طبعا على حارس كبير. شباك نظيفة، احتفظ 4 ماتشات بشباك نظيفة، مميز جدا في التصدي للانفرادات 1-1، راح عليه 3 انفرادات، الثلاثة صدهم، ودي نقطة قوة من نقاط. بيلعب برجله كويس صبري. بالظبط. ركلات الجزاء ممتاز جدا، 3 من 3 اتشاط عليه 3 صدهم، الثلاثة أرقام عظيمة. تصدي للكرات العرضية 26 من 208 كرة عرضية اتلعبوا جوه ال 18، فهو حارس بخيل شوية في خروجه. ودي نقطة احنا ممكن نستغلها جدا، ان احنا نكثف كرات عرضية، يكون عندنا مهاجم مودس لو لبعض الوقت يكون موجود ممكن يكون حل، او صلاح محسن، اي حد بيقدر يلعب بدماغه كويس ممكن يستغل حاجة زي كده، ويكون في كثافة ضربات الركنية وطبعا في حلول 18 الضربات الثابتة لسه هتكلم عنها. الضربات الثابتة احنا اصلا مميزين فيها وبنلعبها بشكل كويس، فاعتقد ان هتبقى عندنا فرصة ان احنا نسجل من على الاقل من ضربة ثابتة في مباراة زي دي. الراجل ما بيخرجش من مرماه كتير، واحنا عادة برضو الحقيقة قدام صن داونز بنسجل من كرات ثابتة، لكن في المجمل طبعا هو حارس من الحراس المميزين جدا في القارة. يعني قبل ما تنقل بس على اللاعب الثاني، انا هنا لفت انتباهي نسبة 100% في التصدي لركلات الجزاء. نفترض وده بيحصل وعندنا لاعب مهاري زي كهربا بيبقى في ال 18، رضا سليم لو يلعب، حسين شحات، بيرستاو، لعيبه تقدر انها تصنع حلول مع بعض الاندفاعات في التهور من مدافعي صن داونز. شفنا اول دقيقه في المباراه اللي فاتت في لاعب بينطرد، صحيح، ركله جزاء اتحسبت للنادي الاهلي. هل
المفترض ان يدخل المسدد الاول علي معلول في لاعب في حارس مرمى يمتاز بالتصدي لركلات الجزاء وبالتالي دارس كويس قوي علي معلول ممكن الزوايا اللي بيقدر يخترقها، ولا تروح لفكره مختلفه تماما وتجيب لاعب بيجيد تسديد ركلات الجزاء وتبعد عن فكره علي معلول؟ وانت بتجاوب حط في اعتبارك ان مارسيل كولر في مباراه القاهره الموسم الماضي خلى محمد هاني هو اللي يسدد ركله الجزاء وتصدي ليها وليا. انا هقول ان كولر بيتعلم من اخطائه، مش هيعمل الحركه دي تاني طبعا. انا بشوف ان المسدد الاول لازم هو اللي يدخل على الكوره، لان المساله مش مساله مهاره بس، لكن مساله كمان استعداد نفسي. معلول عنده كم من الخبرات وعنده كم وعنده ثبات في الشخصيه يخليه في اي وقت تحت اي ضغوط يقدر يسدد ركله جزاء ويسجل، وقادر ان هو مش دايما بيشوط في نفس المنطقه، احيانا بيغير، فهو قادر ان هو يشوطها. فكره انها تيجي هي اما بتبقى الكوره ما بين حارس المرمى والمهاجم، هي برده في الاخر 50-50 مع التطور اللي حصل في التكنولوجيا، وان الحراس دلوقتي بيبقوا داخلين عارفين اغلب الاماكن، بيشوط 60% ناحيه اليمين 20% ناحيه الشمال، لكن في الاخر هي فيها نسبه توفيق كبيره. الاهم من ده ان اللي يكون اللعيب اللي داخل عنده ثقه ان هو هيشوط كويس وهيسجل، وبعد كده بيكون عامل التوفيق هو اللي بيحسم الموضوع. انا لو مكان كولر طبعا علي معلول هو اللي هيدخل لو في ضربه جزاء يعني. معانا بعض اللاعبين الاخرين، عندنا كمان مارسيلو ليندي من اللعيبه المهمه جدا في تشكيله سان داونز، لعيب مهاري لعب 11 مباراه سجل هدفين، صنع هدف واحد لكن صنع 19 فرصه تهديف. صناعه الاهداف بتبقى متعلقه طبعا بكواليتي المهاجم اللي قدامك وقدرته على ترجمه الفرصه دي لاهداف، انما هو في 11 مباراه صنع 19 فرصه وده رقم جيد الحقيقه. مراوغاته ما بيستخدمش المراوغه كتير، يعني مع عدد الماتشات ده هو لجا للمراوغه 7 مرات بس، منهم 4 نفذهم بشكل صحيح، وده يديك انطباع قد ايه هو لاعب مباشر بيدور على الحل الاكثر ايجابيه، مش بيدور على انه يعمل شو، بس لما بيحتاج المهاره بيستخدمها كويس. محاولاته على المرمى برضو بيروح على الجون كتير، رقم كبير جدا للاعب، 16 محاوله بالظبط، 16 محاوله منهم 5 اون تارجت، حوالي الثلث برضو، وده برضو رقم. صبري عايز اقف معاك عند الرقم ده لان ده رقم مهم جدا، وايلاندي سجل فينا اصلا من تصويبات ولعب قيمته السوقيه كبيره جدا، من اكتر اللعيبه اللي داخل القاره على مدار السنتين اللي فاتوا تم انتدابهم. النادي الاهلي، عايز اخدك لسؤال يخص النادي الاهلي في المحاولات، في ظل غياب امام عاشور اللي هو اللاعب اللي يقدر يشوط، وفي عدم ايضا وجود حمدي فتحي، مين في النادي الاهلي يعمل دي؟ يعني مين في النادي الاهلي ممكن يشوط؟ لان سان داونز عنده كمان مشكله لما متصاب عليه، مين في النادي الاهلي ممكن يديني الدور ده بكره؟ في ظل عدم وجود امام عاشور انت عندك صعوبه شويه في ان انت حد يتقدم من نص الملعب ويسدد، ما عندناش مسدد جيد. ربما ديانج بيعملها احيانا لكن مش دايما بتكون بيقدر يحط، يعني ديانج متعود دايما يشوط ببطن رجله اكتر، هي بتبقى مظبوطه معاه اكتر، فمش متاح اغلب الوقت ان هو يقدر يحط بطن رجله زي ما هو متعود من مسافه قريبه في التلت يعني على حدود القوس بتاع ال 18، انت محتاج حد يشوط من ورا شويه، فاحنا للاسف ما عندناش في التشكيل هو الفتره المتاح. الاخيره يمكن رضا سليم في الضربات الثابته ويمكن قفشه بياخد محاولات على المرمى ولكنها لم تاخد دقيقه بالظبط، انما بقوه التسديدات او الاكيورسي اللي بيعمله امام عاشور في التسديد لا، ده مش هيكون حل متاح للاسف بكره، لكن في الكرات الثابتة في حلول متاحة كتير، في الاختراق في حلول متاحة كتير، لكن الأهم بكرة بالنسبة لي إن أنت دفاعيا تكون منظم جدا تخنق عليهم الملعب. يعني أهم حاجة بالنسبة لي إن احنا ما نستقبلش أهداف، ثم إذا ربنا أكرمنا وقدرنا نسجل تمام، ما قدرناش في مباراة هنا تانية، وزي ما أحمد كان بيقول حتى لو استقبلنا أهداف الأهداف ما تكونش كتير ويكون الفريق ضيق، يعني 1-0 تمام، 2-1 تمام، النتيجه ما توسعش اكتر من كده. فبالنسبه لي اهم حاجه بكره ان احنا نكون مضيقين الملعب، خانقين المساحات قوي على لعيبه سان داونز، لان هي لعيبه مهاريه اكتر منها لعيبه التحامات، بتحب التمريرات القصيره كتير جدا، فبيلعبوا كره حلوه. الكره الحلوه دي لما بتضيق عليها المساحات اللعيبه اللي قدامك بيبدا يخرج عن التركيز بتاعه، وده اللي احنا يهمنا بكره ان احنا نركز عليه يعني. أكيد. طب بالنسبه لبوتويلا استاذ اللاعب المغربي من شمال افريقيا، هاخد بس من كلامهم على مارسيلو أوليندي ده مهم قوي، لان مارسيلو أوليندي ده مهم جدا بكره، لازم تراقبه، لازم تعمل عليه رقابه بشكل كويس جدا، ما تديلوش فرصه. لو نستعرض حالات نقاط القوه عشان تلعب سان داونز، خطوره سان داونز دايما من العمق، ده حقيقي 100% هجوم سان داونز مش بتوع عرضيات، سان داونز لازم تامن العمق،
مشكلتنا في الماتش السنه اللي فاتت ان انت بدات بثلاثه ما كانوش بدنيا كويسين في وسط الملعب. طب لازم الثلاثه اللي في وسط الملعب يكون الورك ريت بتاعهم حتى كويس، حتى عارفين ادوارهم، مين اللي يضغط مين اللي يزيد مين اللي يستنى في، كان واضح جدا حتى في هدف من الاهداف ما كانش في حد بيضغط على المسدد. لازم الثلاثه اللي في وسط الملعب يكون الورك ريت بتاعهم كويس، يكون معدل الضغط بتاعهم كويس، ما اديش فرصه بقى الواحد يشوط على الشناوي من مسافه بعيده، ما اديش فرصه ان انا يبقى عندي اختراقات من العمق. تعال نتفرج على الاول حاجه البيلد اب بتاع سان داونز، دايما بيعتمدوا على ايه؟ على الحارس ويليامز في بناء الهجمه، دايما هو بيلعب برجله كويس جدا، هو اللي عليه الدايره دي، هو دايما حتى لو الكره مع المدافعين تلاقيه بيرجعوا الكره ورا عشان هو يبني، يقدر يبني الهجمه. بس الصوره هنا بتقول ايه؟ ان دايما بيبقى فيه اتنين في مرحله البناء عندهم، مين اللي هناك؟ ده مكوينا اللي هو رقم اربعه، ومين هنا؟ مارسيلو ليندي. الاتنين اللي في وسط الملعب دول لازم يتعمل عليهم رقابه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ممكن تطلع لو انت امام عاشور مش موجود، ممكن يبقى فيه ديانج دايما فتح في الضغط، ممكن يرحل تحت راس الحربه ويبقى فيه كوكا ويبقى فيه مروان عطيه، يبقى ثلاثه في وسط الملعب، مروان عطيه سته واثنين ثمانيه، ديانج ناحيه اليمين وكوكا، ديانج هو اللي ياخد دايما يراقب مكوينا، لان انت لو ما فصلتش مكوينا هتتعب، لازم مكوينا ده يتفصل، ومارسيلو ليندي يقدر بقى ياخده سواء هنا مروان عطيه. هنا نقطه يا دكتور بس مهمه جدا، على الصوره اللي انت جايبها دي، هل انت تتوقع ان النادي الاهلي يطلع باثنين من وسط الملعب لحدود او الثلث الامامي في قصه الضغط، وده ما يؤثرش على المساحات؟ بتلعب ضغط عالي اصلا. لا انت مش هتلعب ضغط عالي على حارس المرمى على فكره. لا هو انا بتكلم على الاثنين، حتى على هو سان داونز اصلا بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه اثاره للفرقه عشان انا بستسيرك عشان يضغط، عشان يضغط عالي. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، انا لو رحت للمكان ده باليو ديانج او مروان، اليو ديانج هيضغط هنا عند ميكو. ده الفاينل سيرد مهم جدا. بص ده الفاينل سيرد هنا، ده هيعمل مش قدام، مش عند الاثنين هالسكين. لا 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 انا بتكلم على اللي انت بتشاور عليه، على مكوينا. حتى الاثنين دول انا شايف اننا ننتظر، يعني لازم نستنى. انت اتضايق؟ ايوه ماشي، بس انت تحديدا انت ممكن يعني بمعنى صح ان انت هتجيبهم في وسط ملعبك. انا بتكلم مش شرط ان الضغط يبقى ضغط عالي، لا مكوينا لازم حتى لو هو انت هتجيبهم في وسط ملعبك مثلا، مكوينا هيبدا يبني الهجمه. طب مين اللي هيمسك مكوينا؟ هوريك مكوينا ده لو ما مسكتوش هيعمل. طب قلب هات الصور اللي بعدها، نفس الشكل هنا برضو الاثنين المساكين، يعني لو واحد بيبني الهجمه حبني، لكن ده مصر ان انا باظي الحارس المرمى عشان يمرر من ورا عشان هو اللي يمرر. فدي انت هنا خلاص عايز تسيب لو انت عايز تسيب الضغط وما تلعبش ضغط عالي، سيبه عند حارس المرمى ما تضغطش على المساكين. بس مجرد ان الكره وصلت لوسط الملعب لازم اضغط. ده طبيعي. ده طبيعي، لازم مكوينا وإليندي المرحله الثانيه في الضغط، يعني دي المرحله الاولى، سيبهم يضغطوا. انا مش بقولك ان انت هتضغط من هنا، انت لازم الاثنين اللي في وسط الملعب دول يتمسكوا بشكل كويس، لان دول المرحله اللي بيتدرجوا عليهم. طول ما انت فاصلهم عن الفرقه بتاع سان داونز هتتعب. كمل هات الصوره اللي بعدها، نفس الشكل برضو، ويليامز دي كانت ضربه مرمى اتلعبت له عشان ان هو يلعبها برضو. كمل هات الصوره اللي بعدها، نقدر نشوف هنا بقى نفس الشكل اهو برضو، مين الاثنين اللي في مرحله البناء؟ مارسيلو ليندي اللي هو اللعيب التشيلي، ومكوينا، الاثنين دول في وسط الملعب هم اللي بيبنوا الهجمه. انا ممكن اسيب الكره مع المساك ومع الباك ومع حارس المرمى، مفيش مشكله، يعني ما تضغطش اللي هو تطلع بقى لو بدأ مش عايز مثلا قفشه. لا مش مهم، سيب ويليامز يحضر براحته، لكن الاثنين اللي ورا دول طول ما انت فاصل مكوينا ومارسيلو ليندي خلاص. عشان كده بقول لك لازم الضغط في وسط الملعب يكون كويس، طول ما انت وسط ملعبك في الماتشات دي يضغط بشكل كويس فايق تقدر ان انت تكسب. كمل هات الصوره اللي بعدها، بس انت كده مش هتلعب تحت الكوره. مش لا تلعب تحت الكوره مفيش مشكله، هات لعيبه سان داونز، هاتهم في وسط ملعبك وتقدر تلعب. او افضل حل بكره ان انت تضغط في وسط الملعب بالزبط. مش لازم لا تعمل لو بلوك ولا هاي بلوك بالزبط. في وسط الملعب هنا بص، مانا عشان ما تديش فرصه لمكوينا ان هو يشوط، يبني الهجمه، يروح كتير ويشوط. هوريك بقى مكوينا ان هو ياخد مساحه ويشوط، هو بيعمل كده. شوف مكوينا تحديدا، مكوينا اهم لعيب حتى في جنوب افريقيا مش في صندوق. بص اهو الجونين بتوع سان داونز اصلا جايين من عنده. صحيح. ليه؟ بسبب اهو هنا بقى، مين لازم هنا؟ لازم مكوينا يضغط عليه، مش شرط ان انت تضغط عليه في وسط ملعب. طب مين اللي هيمسكه هنا؟ لازم ديانج يقرب، لازم كوكا يقرب، لازم مروان عطيه ليه؟ ما ادوش فرصه ان بص هنا كام لعيب في العمق للعيبه سان داونز، انت عندك مارسيلو ليندي وعندك مكوينا وعندك دخل سيرينو ودخل كذا حد في وسط الملعب، هم دايما بيخترقوا من العمق. العمق مهم جدا، انصاف المساحات لازم تتقفل عشان اسيب الاطراف مفيش مشكله، لان سان داونز اصلا ما بيهاجمش من على الاطراف، مش فرقه تعتمد على الدبل باص، المساحه الهاف سبيسز اللي بين لازم وسط ملعبي يتقفل بشكل كويس. هنا مكوينا بيعمل التمرير الطولي في ظهر الدفاع، هات الصوره اللي بعدها اتعملت ازاي. بص مارسيلو ليندي كان واقف فين وهيروح فين،
هنا التحرك الذكي، التحرك بدون كوره بتاع اللعيب التشيلي، كمل بص هيبدا يتحرك اهو. بس الهدف جه منين؟ من بدايته، من مكوينة اتلعبت 1 2 ما بين مانديتا وما بين مخليسي، مارسيلو بيقطع في المساحه اللي ما بين المساك والباك. هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي بيتسحب جاي مارسيلو ليندي من ورا. خطوره ليندي زي ما انت اتكلمت عليه ان هو بيجي من ورا مش مراقب، صحيح. لو مش متراقب لا لازم تعمل رقابه على ليندي لان هو المرحله الثانيه في البناء، ولازم تعمل رقابه على مكوينة اهو. ليندي جاي ازاي مش متراقب في المساحه ما بين المساك والباك، اتلعبت له قدروا يسهات اللي بعدها. جونيور مندييتا الارجنتيني لعبها لمارسيلو ليندي قدر يسجل من خلالها. هات اللي بعده برضو، هنا برضو الجون الثاني جاي من عند مين؟ مين اللي معاه الكوره ده؟ مكوينة. هنا مكوينة لو مش ممسوكه مين اللي جنبه؟ مارسيلو ليندي. مين اللي قدامهم؟ عامل راس المثلث سيرينو. هنا ثلاث لعيبه من صن داونز في العمق، عشان كده بقول ان الفرقه دي فريق عمق، لازم وسط ملعبي بكره يكون فايق وبيضغط بشكل كويس على الثلاث لعيبه دول تحديدا. لكن ممكن يغير، ممكن يحط لوكاس روبيرو، يحط بيتر شيلويل، مفيش مشكله، لكن الاساس بتاعه في عمليه بناء الهجمه الاثنين دول، مكوينة ومارسيلو. ده التغيير اللي حصل السنه دي. مش عايز تخليهم يستلموا اصلا. يعني المساحات دي كبيره جدا يعني، ولو استلم ما يطلعش الباص مرتاح. بكره ما ينفعش يبقى ده شكله في الحاله الدفاعيه طبعا. المساحات دي واسعه جدا وبتدي فرصه للاعيبه صن داونز ان هم يخرجوا بالكوره ومع مهاراتهم بكل سهوله. لازم الضغط يكون المساحات ضيقه، لازم مروان عطيه يكون قريب من 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 قلبين الدفاع، ينزل تحت خطوتين ولا حاجه، يكون قريب شويه من الدفاع، الخطوط كلها تكون قريبه من بعضها، ونضغط من نص الملعب، لا نتراجع قوي فنخلي فيه خطوره على مرمى الشناوي، ولا تضغط ولا عالي، نضغط عالي ونسيب مساحات، لان هنتعاقب بالشكل ده طبعا. لو خنقناهم في نص الملعب ولعبنا ميديوم بلوك هيكون شكلنا افضل بكتير يعني. هات الصوره اللي بعدها، هنا برضو تكمله الهدف جت من مكوينة لسرينو. مين بقى اللعيب اللي بيتحرك اللي نزل الشوط الثاني اللي ممكن برضو يكون بيجهزه لينا؟ اللي هو ماسيكو، اللي هو مواليد 2001، اللي هو اللعيب اللي اتلعب وسريع جدا، سريع جدا وخفيف الحركه، وبيتكلموا عليه كويس ان هو موهبه صعب. هات الصوره اللي بعدها، هتلاقيه راح ورقص الجون وقدر ان هو يسجلها. فماسيكو ده ممكن يبدا بيه بكره يعني، مش ما تستبعدش. لا ده هو بنسبه كبيره في الحته اليمين ماسيكو هو اللي هيبدا، مش شرط ان هو لا يعني، ممكن يبدا بنسبه كبيره. ده كده يعني ابرز، احنا اتكلمنا على ابرز نقاط القوه، عشان نرحل على نقاط الضعف بقى، نشوف العيوب اللي عندهم. زي ما اتكلمنا على المميزات واتكلمنا على خطوره مكوينة ومارسيلو ليندي، الضغط عليهم مهم جدا. الثلاثه اللي قدام، حتى لو بدا بلوكاس روبيرو، لوكاس روبيرو لعيب هداف، لعيب اشول، نفس برضه ماسيكو يعني. هو لما جهز ماسيكو هو بيجهزه عشان لوكاس روبيرو ايه اتصاب، نفس النوعيه. فانا مش فارق معايا الاسماء قد ما فارق معايا فكر الراجل ايه واسلوب اللعب وانت ازاي هتتعامل معاه. واهم حاجه ما تديش مساحات لا في وسط الملعب، لازم تعمل رقابه كويسه جدا في وسط الملعب، وما تفتحش الجيم. فتح الجيم وانت عندك نقص اكسجين وبتلعب الساعه 3 يخليك تعاني، لا انا اقفل الجيم بشكل كويس والعب على المرتده والعيوب اللي احنا هنتكلم فيها. طب في دكتور ثابت، قبل ما نروح للعيوب، احنا معانا الاهلي منفصل ولا نسال فيما يخص الاهلي واحنا معانا الحالات لا دي؟ لا نسال في الاهلي. طب يبقى كويس. ليه بقى؟ انت اتكلمت عن شكل صن داونز بشكل واضح وازاي هو بيتدرج بالكوره وازاي بيدافع. انا عندي النادي الاهلي عندي سيناريوهين، السيناريو بتاع قفشه مع ديانج ومروان عطيه، والسيناريو بتاع كوكا وثلاثه في نص الملعب. قفشه في المباريات الاخيره على المستوى الفردي منور، وعلى المستوى الفردي في تحسن، وعلى المستوى الفردي بيصنع فارق، بس في رايي ده له انعكاساته على المستوى الجماعي للفريق. على المستوى الدفاعي كنت بتشوف السنه اللي فاتت حمدي فتحي مع ديانج مع التركيبه اللي فيها ثلاثي كان الورك ريت اعلى، فقفشه اضاف لك هجوميا، بس على مستوى النتاج الاجمالي قصدي للفريق، هل هو ده في مصلحه الفريق ولا بتفضل ان انا يكون عندي ثلاثه؟ ايه السيناريو اللي انت بتفكر فيه بكره؟ خصوصا حته التسديد، ما هو قفشه برضه ممكن يعملها لك لان انت ما عندكش حد يعمل ده. قفشه عامل موسم كويس جدا مع النادي الاهلي، بس مباراه بكره محتاجه رتم عالي شويه. قفشه مباراته في القاهره افضل. بكره انت محتاج لعيبه في وسط الملعب الورك ريت بتاعها اكتر اعلى. مروان عطيه لا غنى عنه في مركز 6 بكره، يديك حمايه للاثنين المساكين. وكوكا ماشي بشكل كويس بس اقدر احطه في مركز 8 ناحيه الشمال، نفس الفكره اللي احنا ناهينا بها مباراه سيمبا هناك. الثلاثه اللي كانوا في وسط الملعب كان مروان عطيه وكان كوكا وكان ديانج، انا محتاج الثلاثه دول يدوني حمايه اكتر، مع الاعتماد على الهجمات المرتده في ظهر دفاع صن داونز اللي هم عندهم مشاكل في المساحات اللي ورا الظاهرين اللي هنتكلم عليها. اقدر استغل واحد زي بيرسي تاو. بيرسي تاو اصلا ممكن يبقى حالته مش حلوه بس تلاقيه في ماتش صن داونز بقى كويس، هو تحديدا في مباراه صن داونز بيبقى بيعدي بيها بشكل كويس. واحد زي رضا سليم عنده سرعات اقدر استغله، واحد زي حسين الشحات
عنده بالخبرات بتاعه ده اقدر استغله، وكهربا اللي هو اصلا احسن لعيب في البطوله لغايه دلوقتي والحاله اللي بيمر بيه. فلو شفنا حتى نقاط الضعف، هات اول صوره في نقاط الضعف هتلاقي هنا المساحه الموجوده في ظهر الباك ليفت. اخطر مساحه موجوده عند سان داونز اللي انا لازم بكره احط فيها بيرسي تاو، احسن لعيب يستغل المساحه دي بيرسي تاو، خاصه مع الحاله اللي بيمر فيها في ماتشات سان داونز. بيرسي تاو في الحته دي، بص هنا المساحه، هنا مافالا تقدم وعبد المنعم بطويل اللي هو الباك ليفت اللي هو اصلا كان مساك، بيبقى دايما في مساحه في الحته دي اللي هي المساحه اللي ما بين المساك والباك او المساحه في ظهر الباك ليفت. هنا بيرسي تاو نفس الجون اللي جابه السنه اللي فاتت بالظبط، لو قطع لجوه اتعملت له تمرير، اقدر ان انا استغل تمريرات واحد زي كوكا، واحد زي مروان عطيه، واحد زي ديانج، اعمل تمريرات طوليه اعتمد على الهجمه دي، ان انا اقدر اعمل تمريرات طوليه لبيرسي تاو في المساحه الخاليه، يقدر ان انت تستغل المساحه في ظهر عبد المنعم بوطويل او مديبه. مديبه لو بدا باك ليفت ودخل عبد المنعم بوطويل مساك، اقدر ان انا استغل. كمل، هات الصوره اللي بعدها، هنا اتلعبت، هنا طبعا لو الفينش بتاع المهاجم كويس كان قدر ان هم ده في الدقيقه 24 قدر ان هو طبعا والحارس ويليامز بيشيلهم، حارس ويليامز كويس جدا في الكور دي، قدر ان هو يشيل الهجمه. هات الصوره اللي بعدها، دي برده نفس اللعبه اللي هي جه منها ركله الجزاء، برده هنا ايه، هنا المساحه في ظهر الباك ليفت بتاع سان داونز اللي هو عبد المنعم بو طويل او مافالا، هنا مهم دور بيرسي تاو ان يقدر يستغل المساحه دي. او حتى لو بدات بحسين الشحات مثلا لو فكر يغير، هنا برده اتحسبت ضربه جزاء من المساحه في ظهر الباك ليفت بتاع سان داونز، مهم جدا استغلال الحته دي. هات الصوره اللي بعدها، هنا اللي انت اتكلمت فيه بقى، ويليامز على قد ما هو مميز الا ان انت ممكن في بعض الاحيان مش طول الوقت ممكن تضغط عليه، خاصه هو بيقعد يشاور كده للعيبه بيستسرهم عشان يضغطوا، فانت ممكن لو ضغطت عليه تغلطه في بعض الاحيان، بس ده هيبان اكتر في مباراه القاهره مش أو في بعض الاوقات ادوار خاصه بالكهرباء، لان هو كهرباء فقط لا غير، هو راس الحربه، فهو ممكن اللي يلعب الجيم ده ويستغل خطا من اخطاء الحارس. صح، فده هنا بص هنا كانت الدقيقه كام، ده في اول الماتش خالص في الدقيقه 8، كمل هتلاقي الكره اتباظها، هو مصر ان هو يباظي بس معلش وقف ثانيه واحده، هنا مين الاثنين اللي نازلين يستلموا؟ مكوين اهو ومارسيلو ليندي، ده في بدايه الماتش بتبينك فكر المدرب، ادي مكوين اهو وادي مارسيلو ليندي، هنا هو مصمم يباظي للاثنين دول بس، يعني ما بيمررش لا للمساك اليمين ولا للمساك الشمال، لا انا عايز امرر للاثنين اللي في الوسط، فالاثنين اللي في الوسط طول ما هم ممسوكين بشكل كويس قدر ان هو برضه مصر يباظيها له. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي ان هي لما اتباظت لمارسيلو ليندي اتقطعت. ده حقيقي. فانت لو الاثنين دول اتمسكوا بشكل كويس انت عملت لهم عزل في الفرقه، لان هما الاثنين المساكين خلاص، هو الحارس مصمم ان هو يباظي يطلع على دول. هنا اتقطعت اللي هو كمان الاثنين وقفتهم فيها مشكله وهم بيستلموا وشهم لجونهم تماما، فمش شايفين ايه اللي في ظهرهم، هم وقفتهم اصلا يعني تقنيا غلط، ف بالتالي هو قدر ياخد الكره من وراه ويروح بيها، فهم وقفتهم اللي فيها مشكله دي، واعتماد حارس المرمى دايما على انه يطلع عليهم هم الاثنين، دي في اوقات كتير احنا ممكن نستخدم ده ان احنا نضغط في بعض الاوقات عليهم في خروجهم بالكره شويه، بس مش من اول المباراه ومش طول الوقت، ما اعتقدش في اول المباراه محتاج يعني الضغط على الحارس، لا لا مش في اول المباراه، لا اول المباراه ولا طول الوقت، تحديدا الاثنين دول اللي انت لازم تضغط عليهم، عشان كده انت ما سالتني، عايز اسالك على حاجه فضل. انت كنت بتتكلم على بو طويل، والامانه انا لحد دلوقتي حاولت اتفرج على لقطات للاعب، شفت توظيفه احيانا بيدخل فكره زي ما بتحصل في كتير من الانديه الاوروبيه اللي هو الباك الشمال اللي بيضم للعمق، واحيانا بيلعب سنتر باك، انا مش شايف الاضافه اللي هو ضافها لسان داونز عشان تجيب مدافع من الدوري المغربي ادواره مختلفه، يعني ادواره لحد دلوقتي مش ظاهره لي، انت شايف ايه الاضافه اللي بيقدمه لسان داونز او ايه فكره انتدابه اصلا؟ هو الفكره ان هو سان داونز اصلا نقطه ضعفه الاثنين المساكين، بقالهم سنتين نقطه ضعفهم الاثنين المساكين اللي بيكلفوهم كل سنه يخرجوا من دوري الابطال، ان هم ما عندهمش مساكين كويسين، مدافعين كويسين يعني بالزبط. ففكروا ان هم يجيبوا عبد المنعم بوطويل لان هو كان بيلعب في الرجاء المغربي، ففكروا يجيبوه ان هو عنده الخبرات الافريقيه وكده، بس الحقيقه هو اكتر لاعب في دوري جنوب افريقيا بيرتكب اخطاء، ده حقيقي، بيعمل فاولات يعني، ودي لازم نستغلها، لان سان داونز عندهم مشكله في الكرات العرضيه والضربات الثابته زي ما احنا اتكلمنا، واحد على واحد مع المدافعين، والواحد على واحد برضه عندهم مشكله، وطبعا والضربات الركنيه والثابته مهم جدا ان يكون في تكتيك، لان انت في طول القامه واحد زي عبد المنعم ممكن يجيب لك جون من ضربه ركنيه وترجع تقفل، زي ما قبل كده فايلر عمل وقدر ياسر ابراهيم سجل جون في خلال ضربه ركنيه، فانت مهم جدا ان انت تستغل الضربات الركنيه والثابته. هات الصوره اللي بعدها برضه هتلاقي نفس الشكل،
هات ارقام لاعبي صن داونز في دوري جنوب افريقيا، احنا ما استعرضناها صبري دي. نقدر نستعرض نستعرض مع بعض الارقام. كنت عايز اتكلم برضو عن ابو طويل، كويس ان الصوره جت. هو برضو في دوري الابطال وفي الافرو ليج هو لعب 8 مباريات ما بين قلب دفاع وما بين ظهير ايسر. دقه التمرير عنده كويسه 90% سواء وهو بيلعب في الاثنين، فيعني هو من ده معتاد في صن داونز ان اللعيبه في اي مركز التمرير عندها جيد. تطلع بره دقه التمرير الطويل 50%، ودي نسبه محترمه جدا، فدي من الحاجات ممكن اللي تجاوب هم ليه انتدبوه، لانه حل برضو بالنسبه لهم في بعض الاوقات. يعني هم لو بيعتمدوا دايما على التمريرات القصيره والخروج بالكوره من تحت، انما في بعض الاوقات ممكن يحتاج حل الكره الطويله، فهو مميز حاله الضغط العالي. بس هو ايمن تقريبا بيلعب برجله اليمين صح، بيلعب برجله اليمين مش بالشمال. ارتكاب الاخطاء في الثمان ماتشات دول هو عامل 11 فاول اغلبهم في مناطق مؤثره، فهو لاعب كثير لارتكاب الاخطاء صح. فهو من النقاط اللي ممكن ان احنا نشتغل عليها. احنا بندور على كرات 90 سم وما بياخدش كرات عاليه ده برده غريب مثلاً. جدا بالنسبه لي يعني مثلا دي برضو من عيوبه الشديده يعني. ارقام لاعبي صن داونز في الدوري بقى في دوري جنوب افريقيا برضو مهمه وممكن نستعرضها يعني مع بعض. هداف الفريق طبعا هو روبيرو سجل 5 اهداف. الاكثر اسيست هو شالويلي عامل 2 اسيست. اكثر واحد صنع فرص هو اليندي، واتكلمنا عنه كتير الحقيقه في الدوري، بس صنع 13 فرصه لحد دلوقتي. والاكثر مراوغه هو برضو روبيرو عامل 11 مراوغه. بالنسبه لبقيه ارقامهم فعندنا ريفالدو كويتزيمبر اللعيبه المهمه جدا، ممرر جيد جدا، هو اكثر واحد في الدوري عامل تمريرات ده السنتر باك صحيح. قول له استعرضها، هي معانا الاحصائيه على الشاشه، معانا صوره. طب يعني خلاص يعني طب بما انك قلتها صبري، يعني برضو كان في مباراه ما ينفعش نتغافلها، وهي المباراه اللي اتلعبت في البطوله دي اللي هي مباراه سواء مباراه الذهاب او العوده لصن داونز امام بترو اتلتيكو. احصائيات المباراه دي وايه اللي ممكن تطلع بيه غير نقاط القوه والضعف كارقام، يعني لو فسرنا المشهد اللي احنا شفناه ده في حالات لارقام احصائيات تجمع ما بين بترو اتلتيكو وصن داونز عشان برضو تكون الصوره واصله، لان دي اخر مباراه ومباراه الذهاب والعوده في الدور الاول للبطوله. احنا معانا الارقام برضو، لو نستعرض الارقام اللي هي ارقام صن داونز واحنا بنستعرضها عايزين نقول حاجه، ان احنا زي ما بنقول ان الاهلي في الماتشين بتوع صن داونز في الماتشين بتوع سيمبا ما كانش وحش. كان سيء وظهر بمستوى مش ما كانش مستوى في افضل ما كانش في وجهه الحقيقي، لم يظهر وجهه الحقيقي. فبرضه صن داونز في ماتشين بتوع بترو اتلتيكو لم يظهر وجهه الحقيقي، فاحنا الارقام اللي هنستعرضها مش شرط ابدا تكون دلاله على اللي هيحصل بكره بالظبط. وفي حاجه كمان، موضوع الطرد، ان الماتش الثاني الطرد ده في الدقيقه 2 او 3 او تقريبا اول الماتش ده فقد الاستحواذ وكان الماتش ايوه كده. قول كلام يطمني، مش هذه النسخه اقل نسخ صن داونز طيب. الكلام ده بخاف. لو عندنا يا جماعه ارقام صن داونز مع بترو اتلتيكو نستعرضها، صن داونز ومعانا ارقام كهربا كمان هنلاقيها في الصور، في ملف الصور. ممكن نختم بارقام كهربا يعني حاجه لصالح الاهلي بس طبعا. هل ارقام صن داونز امام بترو اتلتيكو جاهزه معانا والله انتقل معانا هي يعني؟ خلينا نتكلم على سريعا دي ارقام ماشي خلاص ارقام تمام. كهربا بقى يعني خلينا طالما استعرضنا كهربا في الدوري لان الحقيقه الصفحه الرسميه للدوري الافريقي تغزل في كهربا كثيرا، لان الحقيقه كهربا مساهم في الثلاث اهداف اللي سجلهم النادي الاهلي يعني هو كمان اكثر من سجل. فضل يا صبري، كهربا اكتر واحد مساهم في اهداف في البطوله دي، هو انا بشوف ان هو نجم البطوله الحقيقه لحد دلوقتي. سجل هدفين وصنع هدف كمان. اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى، عمل 10 محاولات، فهو ارقامه الحقيقه ممتازه جدا. دي اللي محتاجه بقى ان كهربا يعلي شويه الايجابيه على المرمى. 10 محاولات ده رقم كبير جدا. لو تفتكر اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت لما قلنا ان كهربا مش واخد قيمته ومش واخد حقه، الناس بتهاجمه كتير جدا. كان كلامك قبل كان حاسم عامل حسم كبير جدا سواء السنه اللي فاتت او في الصعود ل قبل النهائي، ولو ركله الجزاء في مباراه سامبا ركلتين، واحده في الذهاب واحده في الاياب. تمام، يعني كان نفسنا نكمل في الليله معاكم كده في استعراض باقي الارقام والاحصائيات، ولكن طبعا يعني دي احصائيات الدوري ممكن سريعا دي بصفه عامه. مين المميزين في البطوله؟ هداف البطوله كهربا مسجل جونين. الاكثر صناعه للاهداف يان ساس اللي هو اللعيب البرازيلي اللي بيلعب في الترجي عامل 2 اسيست. الاكثر مساهمه في اهداف بالتسجيل والصناعه كهربا مساهم في 3 اهداف. اكثر لعيب صانع فرص يان ساس في الترجي وكون زيمبي في مازيمبي الاثنين صانعين 4 فرص. الاكثر لاعب عامل محاولات في البطوله حتى الان محمود كهربا 10 محاولات.
اكتر لاعب عمل كرات عرضيه حسام توقع اللي هو اللاعب الوسط في الترجي، عامل 11 عرضيه. اكتر فريق سجل اهداف لغايه دلوقتي الوداد المغربي 4 اهداف. اكتر فريق ليه محاولات على المرمى في البطوله النادي الاهلي 32 محاوله، رغم ان فريق الوداد كان بيلعب قدام فرقه زي انيامبا هي الاضعف في البطوله. ده رقم كويس بس دليل برضو ان على اهدار الفرص دقه دي هي مشكله. اقوى خط دفاع في البطوله حتى الان الوداد وصن داونز لم يستقبل اي هدف، وان شاء الله بكره يكون اول هدف يدخل صن داونز ان شاء الله. يعني بصراحه مجهود رائع يعني انتعتون. يعني تشكروا عليه بشكل واضح جدا، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في مباراه الغد. طبعا بنشكرك جدا دكتور احمد ثابت، بنشكرك جدا يعني كابتن صبري سراج، وباذن الله يعني نلتقي في حلقات اخرى ان شاء الله. احنا مع بعض بقى واحنا كسبانين بقى ان شاء الله. واحنا كسبانين باذن الله وصاعدين. طبعا دي كانت حلقه النهارده من الاهلي خط احمر. كل الدعوات ان شاء الله يكون النادي الاهلي في حالته الطبيعيه اللي اعتدنا عليها الموسم الماضي واللي بدا بيها هذا الموسم، ويكون اللاعبين موفقين واستغلال الفرص، استغلال انصاف الفرص، وباذن الله نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله لما لا الفوز على صن داونز في ملعبه. ان شاء الله نشوفكم السبت القادم، وان شاء الله يكون النادي الاهلي في نسخه او في نهائي اول نسخه من نسخ الدوري الافريقي.